بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على الخلية والأورجانيلز الموجودة في الخلية والإنكلوجن الموجودة في الخلية. النهاردة بقى هتكلم على مجموعة الخلايا مكونة أو بتكون تيشو نسيج. فأول نسيج هيقابلني هو الإبيثيليوم أو الإبيثيليال تيشو. يبقى الإبيثيليال تيشو ده نسيج، مجموعة من الخلايا اتجمعت مع بعض عشان تقوم بوظيفة الايه؟ الابيثيليوم. لو من الابيثيليوم في انواع في الجزء العملي عندنا، الانواع دي هنبتدي نتكلم عليها. اول نوع عندنا اللي هو اسمه سيمبل سكويموس ابيثيليوم. فين في الصوره دي السيمبل سكويموس ابيثيليوم؟ يتميز الاول كلمتين نظر كده ان السيمبل سكويموس ابيثيليوم فلات سيلز، خليه مفلطحه والنيوكليوس فلات. نبص كده في الصوره، كلمه فلات يعني مفلطحه والنيوكليوس فلات يعني مفلطحه او اوفال ان شيب. لو بصيت انا هنا هلاقي المنظر ده هنا اهي، يبقى ده واحده خليه ودي خليه تانيه ودي خليه تالته ورابعه. فين ده؟ ده فين المكان ده؟ ده وعاء دموي blood vessel. blood vessel متبطن او lined by epithelium اللي هو اسمه simple squamous epithelium اللي انا ماشي عليه ده. يبقى ده simple squamous epithelium اللي انا ماشي عليه. طب في الصورة ايه تاني؟ ده red blood cells موجودة في ال blood vessels، وده cells ل organ ان انا بمثلها انها gland. لكن مش هتهمني في الصوره غير السيمبل سكوماس اللي هو ده اللي انا واقف عليه صبعي ده. لما نيجي نكبر بقى الصوره دي هنخش هنا اهي، سيمبل سكوماس ابيثيليوم اهو، فلات سيلز وذ فلات نيوكلس. خلي بالك انا بتكلم على مجموعه من الخلايا متماسكه مع بعضها البعض بتكون ايه؟ تيشو. بتكمل او بتكون تيشو نسيج. تعالى لنوع تاني من الابيثيليوم اهو، برضو برضو سيمبل سكوماس. مين الصوره اللي قدامي دي؟ ايه الكوره اللي قدامي دي؟ هنا في كوره. الكوره ديت بتقول لي ان انا في طبقه خارجيه انا ماشي عليها اهي، وفي مجموعه من السيلز قاعده في النص. دي بنسميها جلوميريولاي او مالبيجان كورباس، موجوده في الكليه الكدني. الكليه فيها هنتعرفوا بعد كده ان شاء الله ان هي فيها مجموع او شيء بيقوم بعمليه فلتريشن اوف بلاد. مين اللي بيقوم بالموضوع ده؟ اللي هي الجلوميريولاي. لها طبقتين، طبقه خارجيه تتكون من سيمبل سكويموس ابيثيليوم اهي اللي انا ماشي عليها، شايف السهم مشاور عليها اللي هي فلات سيل وذ فلات نيوكليس، فلات سيل وذ فلات نيوكليس. انا ماشي على كل ده مجموعه من السيمبل سكويموس ابيثيليوم اهي اللي انا ماشي عليها ديت بصابع ايدي، دي سيمبل سكويموس ابيثيليوم موجوده في الجلوميريولاي. هنا برضو موجوده في الالفيولاي اللي هي الشعب الهوائيه موجوده في الرئه. هنا الهواء الاير هنا موجود هنا في المنطقه دي، بيبقى في اكسجين وكربون دايوكسيد، وفي الخط اللي ماشي عليه ده بيبقى فيها بلاد فيزلز، ويحصل عمليه ترشيح بين الهواء وبين البلد عن طريق خلايا بسميها نيوموسايت اللي احنا هي نوعها ايه؟ سيمبل سكوماس ابيثيليوم اللي هي دي فلات سيلز، فلات سيلز وذ فلات نيوكليس. فين هنا في الصوره دي؟ اهي فلات سيلز وذ فلات نيوكليس، فلات سيلز وذ فلات نيوكليس. يبقى اي خليه فلات يبقى اول او السطح هنا اهو، انا باصص هنا يبقى باصص لهنا. طب هنا في الحته ديت باصص لها، يبقى هنا هيبقى موجودة هنا برضو بصة للهواء ده، هنا دي بصة لهنا، دي بصة لهنا، يبقى هنا ده كلهم سيمبل سكويموس ابيثيليوم موجودة في الالفيولاي. هنا برضو نوع تاني من الابيثيليوم اسمه سيمبل كيوبويدال. سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم، كيوبويدال يعني ايه؟ يعني مكعب عامل زي الكوبايه كده زي القبه اهي. دي سيمبل ابيثيليوم، دي خليه اللي انا واقف عليها، دي خليه بالنواه بتاعتها، دي خليه تانيه بالنواه، دي خليه تالته بالنواه، اند سو اون. يبقى هنا الاقي الانبوبه دي متبطنه
بمجموعة من الخلايا بسميها سيمبل كيوبويدال. ايه اللي بيميز السيمبل كيوبويدال؟ النيوكليوس راوندد، شايف النواة هنا بقى راوندد، غير السيمبل سكويموس ابيسيليم كانت ايه فلات مفلطحة، هنا الراوندد، يبقى ده سيمبل كيوبويدال ابيسيليم. هنا بقى عامل زي عمود كهرباء، النواة اوفال ان شيب. هي اوفال ليه ان شيب؟ لان نوع الابيسيليم اللي انا واقف عليه ده اسمه ايه؟ سيمبل كولامينار ابيسيليم، سيمبل كولامينار ابيسيليم. ايه اللي انا شايفها دي؟ دي اسمها فيلاي، دي اسمها فيلاي موجوده، او الخمالات التي توجد في الامعاء، مش الخمالات الدقيقه، الخمالات الدقيقه اسمها مايكرو فيلاي، موجوده على مستوى الخليه اللي احنا اخدناها في الالكترون، ما بشوفهاش باللايت مايكروسكوب زي الصوره بتاعه الالكترون مايكروسكوب اللي هي شفناها في الفيديو اللي فات، اسمها مايكرو فيلاي على سطح الخليه. لكن هنا انا جزء من الاورجان، صابع كبير من الانتستين اسمه فيلاي، اسمه فيلاي، خمالات مش خمالات دقيقه، لا خمالات. الخمالات على السطح بتاعها مجموعه من الخلايا نوعين، نوع اسمه كولامينار ابيسيليوم ونوع تاني اسمه جوبلت سيلز. الكولامينار ابيسيليوم اللي هو موجود عندي هنا، ببص الاقي اهو لما اجي اكبر الصوره الاقي كان في خط احمر غامق ماشي اهو، الخط الاحمر الغامق ده اسمه براش بوردر. مين بقى البراش بوردر ده؟ هو المايكرو فيلاي. يعني انا مسكت الخليه دي اهي، دي سيل بالنواه بتاعتها اوفال ان شيب، اطلع على السطح بتاعها عليها المايكرو فيلاي اللي هي ما بتظهرش باللايت مايكروسكوب غير كخط زي ده، بسميه زي الفرشه بتاعه الدهان، بلاقي كده زي شعر كده واقف هنا اللي هي اللي انا واقف عليها دي، الشعر ده لما اشوفه بالالكترون مايكروسكوب هو المايكرو فيلاي. ترجع للفيديو بتاع المايكرو فيلاي دي. كولامينار ابيسيليم تانيه نفس الكلام فيها، كولامينار سيلز اوفال نيوكليس، كولامينار سيل اوفال نيوكليس، كولامينار سيل اوفال نيوكليس. فين اللي فوق ده؟ البراش بوردر اللي هو بيمثل المايكرو فيلاي. طب مين بقى الخليه اللي عامله زي الكاس ده اسمها جوبلت سيلز؟ دي خليه بتطلع ميوكس سكريشن، هي الخليه دي بتطلع ايه؟ ميوكس سكريشن. فايدتها ايه الميوكس سكريشن؟ موجوده هنا مكانها في الانتستين، هتزحلق الاكل، لوبريكيت للفود، بتعمل لوبريكيشن اوف ذا فود. يبقى ده سيمبل كولامينار ابيسيليوم مع جوبلت سيلز. هنا برضو سيمبل كولامينار ابيسيليوم بس معاه حاجه تانية، اسف مش سيمبل كولام، هو مجموعه من صفين من الخلايا، ادي صف اهو انا ماشي عليه، واحده اهي ودي واحده اهي ودي واحده اهي، لكن في خليه تحت اهي قاعده تحت شويه، امشي كده الاقي في خلايا بالنيوكليس بتاعتها كل لون ازرق او راوندد، لون ازرق هو بيمثل النواه، والنواه لما اشوفها اعرف ان انا واقف على حد خليه. يبقى انا هنا لما اشوف نيوكليس اعرف ان انا المحيط اللي حواليها ده سيل. فانا هنا قدامك كده في نيوكليس اهي فوق وفي نيوكليس تحت، نيوكليس فوق ونيوكليس تحت، نيوكليس يعني مدياني صف، لكن في حقيقه الامر هو الاثنين قاعدين على البيزا اللامنه واحده اللي هي القاعده دي، فقال لك ده هنسميه سودو ستراتيفايد كولامينار ابيثيليوم. السودو كولامينار ستراتيفايد، سودو ستراتيفايد كولامينار ابيثيليوم ده منه نوعين، نوع على السطح بتاعه فاضي مش فيه حاجه، ما فيش شعر، نوع تاني فيه شعر، الشعر دي هو السيليا، الشعر ده هو ايه؟ السيليا. بلاقي نوع الابيسيليوم ده موجود في الريسبيراتوري تراكت، في عند الجهاز التنفسي في التراكية، القصبة الهوائية لايند بالابيسيليوم ده. يبقى الريسبيراتوري ابيسيليوم هو السيلييتد سودو ستراتيفايد كولامينر وذ سيليا، سيليا عامله زي الشعر، هنا مفيش شعر، لكن ايه ان انا اعرفها ليه سودو ستراتيفايد؟ لان الخلايا صفين، صف تحت وصف فوق، صف تحت وصف فوق، يبقى انا هنا شايف كاني في صفين من الخلايا، عشان كده سميناها ستراتيفايد. لكن ليه سميناها سودو؟ لان الصفين دول قاعدين على قاعده واحده، الاثنين واصلين للخط اللي انا ماشي عليه ده اللي هو بنسميه بيزا اللامنه. نوع تاني من الابيسيليوم متعدد الطبقات، لو بصيت الاقي الطبقه 2 3 4 5 6 7 8 اند 1 4 4، ده بسميه بقى ستراتيفايد ابيسيليوم. قال لك الستراتيفايد ابيسيليوم ده منه انواع، هنقسمه النوع ده، ابص للسطح اللي فوق بتاعه، لو لقيت السطح ده عليه خلايا سكويمس
يعني فلات سيلز وذ فلات نيوكليس هسميه ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم، انا عرفت انه ستراتيفايد متعدد الطبقات، وسكويماس ليه؟ علشان النيوكليس بتاعته في السطح اللي فوق دي فلات. طب نوع الابيثيليوم ده هلاقيه فين؟ موجود في اماكن، ده على فكره ده نون كيراتينايز، يعني اخر حاجه عندي فلات سيلز ومفيش طبقه الكيراتين. ده هلاقيه في الويت سيرفيس او في الاورال كافيتي او في الانال كانال، في المناطق اللي هي هتتعرض لاحتكاك لكن في نفس الوقت مش رف سيرفيس، لا ده ويت سيرفيس او سطح مرطب بالميوكس او بالسلايفا. يبقى ده اسمه ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم نون كيراتينايزد. طب الكيراتينايزد بقى اهو الاقي فيه الخطوط اللي فوق دي، ده هي طبقه الكيراتين. فاقول هنا ده اسف هنا اتصححوا دي عندكم معلش، دي لا كيراتينايزد، دي كيراتينايزد ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم كيراتينايزد. كلمة نن دي أشيلها معلش آسف، لازم تتشال كلمة نن دي تمام. فأنا هنا آدي طبقات متعددة من الخلايا فوق بعض أهي، وآخر طبقة عليها طبقة اللي بنسميها ستريتم كورنيوم، ده في السكن طبقة الكيراتين. فبقول على الإبسيليوم ده ستراتيفايد سكويماس إبسيليوم كيراتينايزد، عليه كيراتين بس هو ثين سكين. ليه؟ لان طبقه الكيراتين قليله رفيعه، طبقه الكيراتين رفيعه. ممكن الاقي نوع تاني نفس الابسيليوم ده بس طبقه الكيراتين تخينه قوي، شوف ثيك سيك، يبقى ده كيراتينايزد ويل فورمد، وده بلاقيه في الثيك سكين. يبقى كلمه الكيراتين، شايف كيراتين تخينه ازاي؟ لكن في الصوره اللي فاتت الكيراتين قليل قوي، شايف طبقاته قليله، لكن هنا طبقاته تخينة. لكن هنعرف ان ده موجود في الثيك سكين اللي هو الجلد اللي موجود في كف الايد وفي الرجل، في كف الرجل. نوع السكين ده بسميه ثيك سكين، لكن اللي فات ده بسميه ثين سكين. طبعا الاتنين عليهم كيراتين بس بيختلف ان الكيراتين هنا ثيك في الثيك سكين. يبقى دي ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم كيراتينايزد. نوع تاني عندي في الابيثيليوم النواة راوندد، يبقى كيوبويدال، بس هنا مش صف واحد، ادي صف وادي صف تحت، اهي صف وصف تحت، يبقى بان في كذا صف هقول عليها ستراتيفايد. ونوع الابيثيليوم كيوبويدال، ايه اللي بيميزه؟ الراوندد كانال. فانا هنا الراوندد راوندد نيوكليس، راوندد نيوكليس مع متعدد الطبقات، فهسميها ستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم، ودي بلاقيها في الغدد العرقية سويت جلاند، ودي القناة بتاعت الغدد العرقية. نوع تاني اسمه ستراتيفايد كولامينر، ادي طبقتين، طبقة اهي انا ماشي عليها لير، ودي طبقة تانية لير، فاقول عليها ستراتيفايد كولامينر. طب انا قلت عليها كولامينر ليه؟ لان النواة بتاعتها اوفال ان شيب، طويلة بيضاوية وطويلة كده مشدودة، مشدودة لفوق، فاقول عليها ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم. نوع تاني موجود في اليورينري بلادر او في اليورينري باسج، وخاص بالمنطقه بتاعه اليورينري بلادر واليورينري باسج اللي هي القنوات البوليه او الممرات البوليه او المثانه البوليه، فيها ابيثيليوم اسمه ترانسيشنال ابيثيليوم. يعني ايه ترانسيشنال ابيثيليوم؟ يعني ابيثيليوم المتغير او المتحرك. الابيثيليوم ده والمثانه البوليه فاضيه بيبقى متعدد الطبقات زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5، يعني اكتر من 8 طبقات، والطبقه اللي فوق بتاعتها اللي هي دي بلاقيها عامله زي القبه، وممكن النواه تبقى 2 موجوده 2 نيوكليس في 1 سيل، يعني دي خليه اهي قدامنا لكن فيها النيوكليس 2، برضو دي خليه تانية فيها 2 نيوكليس بنقول عليها باي نيوكليتد. البول هنا اليورين هنا ده اليومن اوف اليورينري بلادر، ده الوول بتاع اليورينري بلادر. فين الابيثيليوم بقى ترانسيشنال؟ اللي هو من اول الخط ده لحد ده هو ترانسيشنال ابيثيليوم، وبيميزه بالنواه بتاعته راوندد تحتيه شويه كونكتيف تيشو، يبقى ده ترانسيشنال ابيثيليوم. نوع تاني من الابيثيليوم اسمه جلاندولار ابيثيليوم، اللي فات ده كان كله اسمه سيرفيس. جلاندولار يعني هيطلع افرازات، هيديني سكريشن او افرازات. الافرازات دي بتعتمد على نوع الجلاند، عندي نوعين من جلاند اكسوكراين ليها دكت
واندوكراين ملهاش دكت. الاكسوكراين اللي لها دكت زي السليفر والسويت جلاندز اللي ملهاش دكت دي بتطلع الهرمونات وبتروح للبلد مباشرة. المنظر اللي قدامي ده هو واحدة من الجلاندز اللي هي موجودة عندنا. برضو جلاندولار ابيسيليام ليه انواع من الجلاند بقول عليها. الجلاند دي بتعتمد على فيها قد ايه، كام واحدة من الدكت. دي لها دكت واحدة فبقول عليها سيمبل 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 عشان وان دكت، والدكت طالعة مستقيمة مفيهاش برانشز. لكن هنا لو برانشز عليها على اول عليها كومباوند دكت اهي. دي اللي بتطلع الافرازات، جزء بيطلع السكريشن يطلع عن طريق الانبوبه دي فبسميها دكت. دي اكسوكراين جلاند، اكسوكراين جلاند يبقى لها جزئين، جزء بيطلع الافرازات اسمه سكريتوري بارت، وجزء اسمه كوندكتنج بارت اللي هي الدكت. سيمبل تيوبولار جلاندز يعني جلاند تظهر كانبوبه وسيمبل ليه ليها دكت واحده اهي. ادي جلاند اهي، شايف انا ماشي كده في الجلاند عامل زي الانبوبه الاختبار، جلاند اهي وعامله زي انبوبه الاختبار ولها فتحه واحده اللي هي الدكت. دكت يبقى سيمبل وانبوبيه يبقى تيوبولار. تمام. الفكره دي موجوده في الانتستاينال جلاندز اللي هي في الانتستين. واحد يقول لي طب اللون ده هنا مختلف عن اللون ده هنا، لان هنا ده هيماتوكسيلين انديوسين ستين، ده هنا ألشان بلو او فان جيسون بلو، ده ستين فان جيسون ده ستين برضو بيدي اللون الاخضر للتشو. هنا برضو جلاند اهي، شايف دكت واحد بس هنا، ادي جزء اهو وادي جزء اهو وفاتحين في دكت، يبقى دي برانشيد تيوبولار، برانشيد تيوبولار، برانشيد تيوبولار، يبقى سيمبل برانشيد تيوبولار، تيوبولار انبوبيه وبرانش طالع بره بالشكل ده. طب ودي، دي سيمبل تيوبولار، سيمبل تيوبولار، سيمبل تيوبولار، يبقى دي برانشيد عشان في فرعين اهو، فرع رشيد وفرع دمياط ونهر النيل اهو، لكن هنا قناه واحده بس، ده سيمبل تيوبولار. سيمبل كولامينر ابيثيليوم موجوده في الاستومك، دي برضو نفس الكلام اهي، نفس الكلام، نفس السيلز اهي، نفسها اللي احنا قلناها. فيها خلايا بتطلع ميوكس سيكريشن عشان تحميها في الاستومك من ال HCL، ونوع تاني من ال كيميكال بروتكشن للجاستريك او ميكانيكال بروتكشن. دي برضو نوع من جلاندز موجودة في الاندوميتريوم. الاندوميتريوم ده موجود في اليوترس، اليوترس، فاليوترس الرحم موجود فيه طبقة بسماها اندوميتريوم. دي الطبقة دي اللي هي بتقع أثناء المنستروشن أو أثناء البيريود. تمام. لو منها جزئين، جزء بيقع موجود فوق اهو، ده الجزء ده، جزء طبعا انا مش عايزين نكتر كلام علشان مش عايزكم تتوهوا معايا، لكن هنا بقول عليها اندوميتريال جلاندز، لها جزء سيكريتد وجزء كوندكتنج. دي بما انه كوندكتنج دكت واحده سيمبل، لكن هنا انبوبيه ممكن تبقى برانشيد او ممكن تبقى انبوبيه بس كده، يبقى ده بقول عليها اللي هي سيمبل تيوبولار جلاندز او برانشيد جلاند. هنا بقى جلاندز موجوده في التراكية، بتطلع نوعين من السكريشن، جزء سكريشن اسمه ميوكس مخاط، وجزء تاني بيطلع زي الميه وتري بسميه سيرس. ايه الفرق بين الخلايا بتاعت الميوكس والخلايا بتاعت السيرس؟ بصوا معايا هنا، الميوكس تظهر انها فاتحه، فاتحه، شايف ازاي؟ دي سل جنب سل جنب سل جنب سل، انا ماسك كده غده جلاند واحده بسميها اسيناي، الجلاند دي بسميها اسيناي، عامله زي الليمونه كده. الليمونه دي جواها لما افتحها الاقي فيه فصوص، خليه جنب خليه جنب خليه، كل فص من فص الليمونه بيمثل خليه هنا، سل جنب سل جنب سل. بس هنا انا شايف الخلايا دي فاتحه، والحدود بتاعت الخلايا ظاهره لي اهي، شايف كاني برسم الخلايا اهي، ده معايا هنا برسم الخلايا، يبقى الباوندرز بين السيلز ظاهره. ليه هي فاتحه؟
لان بنقول الميوكس سكريشن الافرازات بتاعه الميوكس دي سولفيد بتدوب during histological preparation اثناء التحضير الهيستولوجي فبتدوب فبتسيب مكان الخلايا فاضي بيظهر بس السيل ميمبرين. لكن تعالى بقى للسيرس اهي غامقه والباوندرز بتاعت السيلز مش ظاهره. انا هنا معايا السيناي هنا معايا السيناي بس هنا دي على فكره سيرس فوق او عامله كاب فوق الميوكس برضو قصه تانيه خليها في وقتها مش عايز نتهوي بعضنا. لكن هنا نخلينا مع الميوكس سيلز اللي هي بيل ديسولفد اثناء هيستولوجيكال بريباريشن والسيرس اللي هي غامقه نتيجه انها مليانه ريبوزومز. هنا برضو كبرنا السيرس برضو اهي وادي مجموعه السيلز ده اليومن اللي بيطلع فيه الافرازات دي اللي هو القلب بتاع الليمونه دي الفصوص بتاعه الليمونه خليه جنب خليه جنب خليه يبقى ده اسمه جلاندولار ابيثيليوم واسميها سيرس اسيناي لان هنا ده جزء موجود في البنكرياس او موجود في السوليفري جلاندز الغدد اللعابيه. ده ابيثيليوم لايننج بتاع التراكيه هو قلناه واخدناه المره اللي فاتت اسمه سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد بثانول وذ جوبلت سيلز وذ جوبلت سيلز. جوبلت يعني الخلايا الكاسيه هي عباره عن غده بس ليها خليه واحده. يعني ايه معنى الكلام ده؟ الغدد اللي فاتت بنقول عليها مالتي سيلولر يعني غده او الاسنان لها كذا خليه بيشتغلوا مع بعض عشان يطلع الافرازات. لا هنا خليه بس واحده اللي هتشتغل وتطلع افرازات في وسط خلايا تانية ملهاش دعوه بموضوع السكريشن. يعني انا هنا نوضح الكلام ده هنا جزء من التراكيه القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه انبوبه متبطنه بابيثيليوم اسمه سودو ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم وذ جوبلت سيلز وسيليتد. ادي السيليا اللي انا ماشي عليها اللي هي الشعر اللي فوق ده وادي الخلايا. طب الخلايا دي وظيفتها ايه؟ ان السيليا دي بتعمل ريموف لاي فورم بودي يخش القصبه الهوائيه وتطرده بره. طب هنا لما بتيجي انت تطرد اي حاجه من التراكيا وتكح مش بيطلع سبيوتم اللي هو البلغم؟ مين بقى اللي مطلع البلغم؟ هي مجموعه من الحاجات لكن من ضمنهم الجوبلت سيلز. من ضمنها الجوبلت سيلز بتطلع الميوكس سكريشن اللي هو البلغم ده اللي هو يعمل ستيكي. ستيكي يعني يلزق على السطح بتاعه الدست بارتكلز جزيئات التراب او اي حاجه غريبه. يعني احنا بلدنا الحمد لله تتميز انها بلد ترابيه فالتراب بيجي العفر تيجي الريح تيجي كل ده دست بارتكلز هتخش القصبه الهوائيه مع الهواء وهي ممكن مايكرو ما اقدرش اشوفها بالنيكد اي لكن تبتدي مين يصطادها جوه الافرازات بتاعه الجوبلت سيلز. طب الجوبلت سيلز هنا ظهرت ازاي؟ امشي معايا بالخلايا دي سودو ستراتيفايد سودو 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 هوب ده طلعت منطقه فاتحه برضو سودو 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 هوب منطقه فاتحه سودو منطقه فاتحه الفتحه دي هي الجوبلت سيلز. طب حد يقول لي ليه ظهرت فتحة أو بيل بليها؟ لأنها فيها ميوكس وإحنا قلنا الميوكس اللي فات ديسولفد أثناء الهيستولوجيكال بريباريشن ويسيب مكانه أبيض. ده رسم درو بقى اللي فات ده كان حقيقة ده درو. أدي الإبيثيليوم وأدي جوبلت سيلز أهي دي جوبلت سيلز وأدي الإبيثيليوم عندنا. هنا بقى ستراتيفايد إسكويموس إبيثيليوم اهو اللي انا ماشي عليه ده وده هير شعر يبقى انا واخد قطاع في السكن. السكن فيه مجموعتين من الغدد غده عراقيه بنسميها سويد جلاند اهي وغده دهنيه بسميها سبيشيوس جلاند. السبيشيوس جلاند دايما لازقه مع الشعر كده ما تبقاش لوحدها منفصله يبقى هنا لازم دي هنا اللي انا شايفها دي بنسميها هير فوليكل او جدره الشعر. ادي الغده هي لازقه فيها هنا برضو ادي الشعر اهو وادي الهير روت جدره الشعر مع الجدر هنا بلاقي ظهرت معايا اللي هي سبيشيس جلاند الغده الدهنيه دي برضو الغده الدهنيه تتميز كده عامله زي البالونه اهي بالونه والبالونه دي فيها فقاقيع صابون واضحه قوي فقاقيع الصابون ده ديسولفد اثناء الهيستولوجيكال بريباريشن. هنا برضو نفس الجلاند
بس قال لك احنا هنقسم هنا الجلاند ازاي بتطلع السكريشن بتاعتها. قال لك لو ادي الخليه اهي عندي، والخليه دي فرقعت مره واحده كلها، شوف طلعت الخليه اهي واتفرقعت كلها، وادي النواه بتاعتها وادي السكريشن فيها، فاذا كل الخليه فرقعت، فبقول عليها هولوكراين. هولوكراين هولوكراين يعني كل الخليه فرقعت وتتجدد بخلايا تانية تحت موجودة تطلع مكان الخلية دي. طيب لو كانت الخلية دي قاعدة زي ما هي ثابتة ما تتفرقعش وبتطلع إفرازات بتاعتها من الإيبكس بتاعها، فبسميها ميروكراين جلاند. طب لو كان في جزء من الخلية بس، يعني الخلية أهي شايف دي خلية كاملة أهي، لما جت طلعت الجزء ده، عملت انفصال للجزء الإيبكس ده أهو فصل، وسابت مكانها جزء من السيتوبلازم وجزء اللي فيه النواة، لكن اصبحت الخليه غير كامله، الجزء اللي خرج بره ده مليان السكريشن، فبسميها ايبوكراين. يبقى لو الخليه كلها فرقعت وطلعت بره بالنواه بتاعتها اهي، شايف النواه، يعني شوف الجزء اللي طالع ده ما فيهوش نواه، لكن الجزء اللي طالع ده فيه نيوكليوس اهي. طب هنا النقط الصغيره دي الافرازات، شوف الافرازات بس اللي طالعه، يبقى هنا طلعت الافرازات بس اللي هتطلع من الغده، بسميها ميروكراين. الايبكس بتاعها بسميها ايبوكراين، كل السيلز فرقعت هولوكراين. ده مايوبيسيليم. ايه هو المايوبيسيليم؟ دي الاسيناي اللي احنا كنا شايفينها بالتي اس، تمام؟ شايف كانك ماسك ليمونه بس من غير قشره، شلت القشره ومسكت صوابعك اللي هي دي بقى، شايف اللي انا واقف عليها دي صوابعك، عشان تعصر الليمونه دي. فهنا الجزء ده الاسيناي دي كلها على بعضها مجموعه من السيلز اهي، وادي الخليه اللي جايه فوق القبه دي ولها برانشز عامل زي صوابع ايدك بتعصر الليمونه، بسمي الخليه دي مايو ابيثيليال سيلز. مايو يعني عضليه، ابيثيليوم يعني بشريه، يبقى خليه بشريه تحورت انها تبقى عضله ولكن ليست عضله، وتظهر في القطاع بتاعي، يعني ده دايجرام، لكن في القطاع هنا شايف هي الفلات سيلز اللي موجوده بره على السطح، فلات سيلز موجوده على السطح، لكن دول كيوبويدال ابيثيليوم بيطلع الافرازات، كيوبويدال ابيثيليوم بيطلع الافرازات، لكن الخليه الفلات دي هي المايو ابيثيليال سيلز. هنا بقى خلايا تحورت علشان تستقبل احساس، فبسميها نيورو ابيثيليوم، زي التاست بادز اللي هي البراعم التذوقيه اللي هي موجوده في الفم. فادي هنا بتبقى مجموعه من الخلايا اهي، لها نوعين من الخلايا، خلايا دعاميه بسميها سبورتنج سيلز، وخلايا افرازيه بسميها سكريتوري سيلز، ودي تطلع من هنا تدوب الحاجه اللي انا عايز اتذوقها، اللي هيستقبل احساس مايكروفيلاي يتنقل عن طريق الخلايا دي عن طريق نيرف، وابتدي احددها، هو العصب اهو جاي تحت لها علشان يستقبلها. ده بسميها نيورو ابيثيليوم، موجوده في التست باتس. نوع تاني من نيورو ابيثيليوم موجود في الميدل اير، الانر اير في الاذن، بيستقبل الاحساس بتاع السمع اللي هو بسميه اورجان اوف كورتي، اللي قدامي ده اسمه اورجان اوف كورتي، موجود في الاذن الداخليه. ده بيستقبل الاحساس، هو في كذا حاجه في تركيبته، طبعا انت هتاخدوها لما تروح للاورجان اوف كورتي تاخده بالتفصيل. هنا ليه تجويف اوضه، الاوضه دي موجود فيها مجموعه الابيسيليم اللي هو نيورو ابيسيليم اللي استقبل احساس السمع، وموجود عندي في التجويف ده بسميه سكالا ميديا، منفصل عن تجويف تاني اسمه سكالا فيستيبيولاي، منفصل عن تجويف تالت اسمه سكالا تمباناي. يبقى عندي كام تجويف؟ ميديا مفصول عن الفيستيبيولاي بالريسرز او ريسنرز ممبرين، ريسنرز ممبرين، مفصول عن سكالا تمباناي بالبازيلر ممبرين، متبطن التجويف ده هو الاساس بتاعي اللي بيتكون او في السائل اسمه اندولينف، في مجموعه من السيلز اللي هي تقوم بالاحساس، مجموعه من السيلز بسميها سترايا فاسكولاريز، وهنا مجموعه من السيلز من الكونكتيف تيشو اسمها سبايرال بروميننس، لكن انا هنا دي العظمه بتاعه الاذن الداخليه قاعده على السكال، لكن هنا انا الجزء ده اللي انا بشاور عليه هو اللي موجود في اورجان اوف كورتي اللي هو ده، اورجان اوف كورتي ده نيورو ابيثيليوم.
سيل بولاريتي اند سيل ميمبرين سبيشاليزيشن اتكلمنا عليها قبل كده في الشابتر اللي فات في بعض الاجزاء منها، بس اتكلمنا على الايبكس اللي هي كانت المايكروفيلاي والسيليا. هنا هنتكلم على اللاترال بارت، ادي هنا خليه جنب خليه، الخليه جنب خليه قاعدين على قاعده بسميها بيزل ميمبرين، ولها ميمبرين في الجناب اسمه لاترال ميمبرين. اللاترال ميمبرين ايه فايدته؟ بيعمل جانكشن مع السيلز دي، بيعمل تماسك مع الخليه دي. الجانكشن ده اما جانكشن المسافه صفر بسميه تايت جانكشن، او مسافه بينهم موجود فيها جانكشن تاني بسميها ديزموزومز، او جانكشن ثانيه جاب جانكشن. يا ريت ترجع للجزء النظري هتلاقي فيه الكلام ده بديتيلز اكتر من الصوره دي. هنا الجانكشن برضو، ادي خليه الايبكس بتاعها عليه المايكروفيلاي، ادي البيز بتاع الخليه. هنا اللاترال بوردر في الجانكشن، الجانكشن ده لما اخده واكبره الاقي فيه بروتين اسمه اول كلودانس اوكلودين، اوكلودين بروتين، اوكلودين، اوكلودين ده عامل زي الاسمنت بيمسك الخليه دي بالخليه دي، فده بيعمل اوكلودينج جانكشن. معاه بروتين تاني اسمه كلودين، كلودين، الاتنين دول مع بعض ده بروتين وده بروتين، بس هو زي الفتلة اللي بتخيط الحدود بتاعة الايه القماش مع بعضها كده، زي الخيط اللي بيعمل له خدود قماش مع بعضها، فبيمسك الخلايا مع بعضها البعض. في بروتين تاني ممكن يكون موجود عندي اسمه ده بيكون اللي هو ادهيرنج جانكشن، ومعايا الاكتين فيلمنت. لو مسك بقى الديزموزومز، ادي الباوندري بتاع السيل وادي باوندري تانية بتاعت السيلز، بحط مادة بينهم، مادة لاصقة بينهم، بلاقي فيه زي سيكنس اللي هو اللون الاحمر ده تخن شوية نتيجة موجود فيه فيلمنت. من الفيلمنت تبي بقى بيجي يغرز فيلمنت تاني، يغرز هنا تمام، ويرجع تاني للسيتوبلازم بتاع الخلايا، يجي من السيتوبلازم يروح للسيتوبلازم هنا، فعامل زي كبرز بعمل الخيط بالشكل كده، ده اسمه ديزموزومز، بيربط الخلايا مع بعضها البعض. هنا برضو جانكشن تاني بس عامل زي قنوات، اللون الاخضر دي كان قناة بسميها كونكسونز اللي هي دي، القناة دي بتفتح وتوصل، انا هنا جوه خلية وهنا جوه خلية، ودي بين الحدود بين الخليتين مع بعض، فكأني عملت قناة بين السيل ميمبرين بتاع الخلية دي والسيل ميمبرين بتاع الخلية ديت، ووصلتهم مع بعضهم البعض بالكونكشن اللي هي بنسميه كونكسونز، فالاتنين دول عن طريق الايه الميمبرين ده او الجانكشن ديت بفتح واوصل بين البروتين وبعضه. لا ادهيرنج جانكشن يعني المسافه صفر، فبحط ماده سوري ماده ادهيرنس، حاجه بتلزق، اللي بيلزق ده اسمه كود هيرين اللي هو ده البنفسجي، واللي جاي ده سيل ميمبرين بتاع الخليه الاولى وده السيل ميمبرين بتاع الخليه الثانيه، واجي اجيب الاكتين فيلمنت يعمل سبورت من الناحيه الثانيه، وبحطه في بروتين اغرزه على الباوندري اللي هو الاخضر ده اسمه بيتا كاتينينز بروتين. برضه هنا نوع من الجانكشن، هو ده الاي ام بتاعتها اسمه جانكشن كومبليكس. ليه سميناها جانكشن كومبليكس؟ لان هنا موجود اكتر من جانكشن، اكتر من تماسك. الايبكس اهو في تايت جانكشن مسافه صفر، وسعتها شويه وحطيت بروتين ادهيرنس بسميها ادهيرنج جانكشن، وسعتها وحطيت سبورتنج بروتين اهو اللي هو الاخضر ده او ظاهر هنا في الجناب ده بسميها ديزموزومز. يبقى في ثلاثه، ديزموزومز ادهيرنس و اوكلودنس او تايت، الثلاثه دول مع بعض بسميه كومبلكس، وجانكشن لانه بيعمل تماسك فجانكشن كومبلكس، وده موجود في الانتستين. هنا دي البيزل انفولدنج، يعني ايه بيزل انفولدنج؟ بزود القاعده بتاعت الخلايا بتعريج، ودي بستخدمها في عمليه اعاده الامتصاص،
وموجودة في الكدني، ولازم أحط بما إن أنا أعمل إعادة امتصاص يعني ضد الكونسنتريشن جريديانت، يبقى أنا عايز طاقة عالية فبتبقى مليانة بالميتوكوندريا. كل اللي أنا شايفه ده غامق شوية ميتوكوندريا، هنا اللي فيه خطوط بالعرض ده دي الميتوكوندريا. كده إحنا أنواع الإبيثيليوم قلناهم مع بعض. وأي موضوع بقى في الموضوع اللي فاتت ديت، لو فتحت الفيديو بتاع النظري هتقدر تفهمه بسهولة، لكن في الجزء البراكتيكال بنقول بس التعريف السلايد فقط لا غير. ما تنساش السبسكريب، الكومنت على الفيديو ليه، علشان تساعدني على التواصل، ما يبقاش ان احنا بس مجرد ان احنا نعمل رن على الفيديو وكان الله يحب المحسنين، لا يبقى اذا كأن تعبنا بيروح هدرا، وانا ما بحبش تعب يروح هدرا لاني انا بحبكم فانتوا حبوني، وبالتوفيق ان شاء الله. Thank you very much.